منور يا كابتن. الله يخليك كابتن ايمن. بدايه نقول مبروك طبعا للاهلي، النتيجه والاداء حاجه جميله جدا، فرحوا مصر كلها وجماهير النادي الاهلي وجماهير مصر. اتمنى ان شاء الله توفيق في المباراه الجايه يا كابتن عادل، اعملوا مباراه زي هذه المباراه، وهارد لك لنادي اوكلاند. في البدايه كابتن ايمن، هو نقول بس هم في 6 حكام تم اختيارهم في هذه البطوله، ويعتبر يمكن افضلهم يعني او احسنهم اللي هم 2 من اوروبا، الحكم الانجليزي انتوني تايلور ده حكم افضل حكم تقريبا في انجلترا، وكان النهارده الحكم الرابع اللي هو كان كوفاكس ده حكم روماني، اعتقد جه مصر قبل كده برضك حكم كويس يا كابتن عادل، بالاضافه لمصطفى غربال من افريقيا والحكم الصيني، وفي واحد من السلفادور وواحد من اورجواي. دول 6 الحكام اللي هم هيديروا البطوله. سلفادور وفين يا كابتن؟ اورجواي. اورجواي وسلفادور. واعتقد ان هم كابتن عادل يعني الاقرب للنهائي وقبل النهائي هيبقى انتوني تايلور وكوفاكس. حتى لو فرق اوروبا هتبقى فيها بقى كلام كتير جدا كده. ده بشكل عام، ولكن النهارده نيجي النهارده كابتن عادل، المباراه سهله جدا جدا لطاقم التحكيم بامانه. حتى يمكن ابرز ما تم في المباراه، فيش ولا بطاقه صفراء تم اشهارها، ودي حاجه جميله جدا في هذه المباراه. نتيجه ان ايه؟ لعب مفتوح، في روح ما بين اللاعبين، الناس كلها مركزه، ودي سهلت مهمه الحكم.